صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ونبدأ بالصحف المحلية والتي أولت اهتماما خاصا بزيارة رئيس الوزراء الليبي إلى القاهرة عبدالله الثني، ونقرأ من جريدة الوطن: ليبيا تلجأ لمصر والسيسي نحن معكم. الثني: اتفقنا على تدريب الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب، والرئيس: مصر مع القيادة الشرعية والجيش الوطني الليبي. وتوجيهات للوزارات المعنية بتقديم الدعم للأشقاء الليبيين، والثني: حريصون على أن تكون أول زيارة لحكومتنا إلى القاهرة. الاستعداد للعام الجامعي الجديد رصدته جريدة اليوم السابع، ونقرأ منها: ثلاث أزمات تواجه الجامعات في العام الدراسي الجديد: الأمن واللائحة الطلابية وحظر الأنشطة السياسية بقرارات رسمية، وإدارات الجامعات تطلق التهديدات وعشرات القيود على التسكين بالمدن الجامعية، وقواعد جديدة لفصل الطلاب غير الملتزمين، وشركة خاصة للتأمين، وتسع جامعات ضد المظاهرات، والطلاب لن نتنازل عن حقوقنا. ونتحول إلى ماراثون الانتخابات البرلمانية، وتابعته جريدة الجمهورية، ونقرأ منها: النواب ينطلقون والتحالفات ترجع إلى الخلف، قانون الدوائر ينتظر الاعتماد، والسيسي 258 دائرة لاختيار نحو 320 نائبا على الفرد، والاعتراضات على القانون إعلامية فقط، وجبهة صباحي تعاني ضائقة مالية وقنبلة موقوتة في حزب شفيق، والوجوه النسائية أزمة الجميع، ولحوم الأضاحي تشغل الصراع بين السلفيين وفلول الوطنية، والفيسبوك سلاح الشباب. وثلاثون وزير للخارجية في القاهرة يوم الأحد القادم للمشاركة في إعمار غزة، عنوان طلع تفاصيله من جريدة مصر اليوم. مصر تستضيف المؤتمر بمشاركة الحكومة النرويجية وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومصادر دبلوماسية، مشاركة قطرية في المؤتمر باعتبارها أحد المانحين، ولم تتم توجيه الدعوة لإسرائيل. ونتحول إلى مقرات الرأي، وتأتي الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني إلى مصر قد وقعت تمر بها ليبيا وبتطورات عصيبة بسبب الصراع المسلح بين الميليشيات، والذي يدعى كل منهما أنه يمثل ليبيا. وتلك الزيارة لها مدلولات كبيرة، ومنها بالطبع نقرأ المقال الافتتاحي بجريدة الأهرام والذي نطلع تفاصيله منها. الزيارة مهمة لأنها بمثابة رسالة قوية للعالم بأن ليبيا تقوم بتنفيذ التزاماتها من خلال التنسيق مع دول الجوار خاصة مصر، فلا بد من الاعتراف بأن أمن ليبيا واستقرارها يعد أمرا في غاية الأهمية للأمن القومي المصري، لما لهما من حدود مشتركة، ومن هنا فإن التنسيق مطلوب لضبط تلك الحدود. كما أن انخراط مصر في عملية المصالحة بين الفرقاء في ليبيا قضية لا تملك القيادة المصرية طرف التخلي عنها وتجاهلها، لذلك فإن المحادثات التي يجريها الثني في القاهرة تعد غاية في الأهمية وتخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. بدأت الدبلوماسية المصرية منذ أيام اتصالاتها الخارجية للتأكيد على استحقاقها للفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن الفترة 16 و17 خلال الانتخابات التي ستعقد في أكتوبر المقبل. وبالرغم من أهمية الخطوة فإنها تظل تكليفا لا تشريفا في ظل شرق أوسط يموج بالصراعات. في هذا المقال جاء مقال للكاتب عبد المنعم فريد بجريدة الأخبار، وتحت عنوان تكليف لا تشريف قال فيه: كانت مصر من أوائل الدول التي شاركت في ميثاق تأسيس الأمم المتحدة، وقد تشرفت العضوية غير الدائمة بمصر 4 مرات سابقة، إلا أن أهميتها الآن تكمن في الوجود الفعلي على الساحة الدولية من خلال اقتراح مناقشة القضايا المختلفة، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام الاهتمام أكثر بقضايا المنطقة المشتعلة. ترشح مصر لهذه العضوية يطرح سؤالا ظهر على الساحة منذ فترة ثم ما لبس أن تلاشى، وهو: لماذا لا يزيد أعداد مقاعد العضوية الدائمة في مجلس الأمن لاختراق جدار النفوذ الذي تتحصن خلفه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؟ أهلا
أهلا بكم من جديد، ونتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية خبرا بعنوان داعش يسقط مروحية عراقية ثانية. وقالت الصحيفة لا تزال المعارك الطاحنة بين كر وفر مستمرة بين قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش الإرهابي، والذي كشف عن أسلحة جديدة مضادة للطائرات استخدمها بالأمس في إسقاط مروحية عراقية قرب مصفات بيجي بمحافظة صلاح الدين، بينما كثفت القوات العراقية من خططها لاستعادة السيطرة على هذه المحافظة. وتحت عنوان الضربات الجوية لا تكفي، نقلت صحيفة عمان العمانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كاريبي تأكيدات أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لإنقاذ مدينة عين العرب كوباني بالكردية، والتي طوقها تنظيم داعش على الحدود التركية السورية، مؤكدا أنه يجب أن تكون هذه الضربات مدعومة بجيوش قوية قادرة على المواجهة، فضلا عن معارضة سورية معتدلة. الاحتلال يعاود اقتحام المسجد الأقصى، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة القبس الكويتية، والتي ذكرت أن المسجد الأقصى أصبح مغلقا تماما في وجه المسلمين عقب اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية والمكلفة بتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى بعيد العرش، ما يستدعي من الأمة العربية والإسلامية سرعة التحرك. أما الأوضاع المتردية في اليمن رصدتها صحيفة الخليج الإماراتية ونقرأ منها أثار قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين مدير مكتبه أحمد بن مبارك رئيسا للحكومة أزمة سياسية طارئة على الأوضاع المتردية أصلا في البلاد، وذلك بجراء مصارعة بعض المكونات القاعدية ومن أبرزها حزب المؤتمر الشعبي وجماعة الحوثي برفض القرار، بينما توعدت جماعة الحوثي بالتصعيد المستمر. ونتحول إلى مقالة الرأي من جديد في الصحف العربية، ونقرأ من صحيفة الرأي القطرية مقالا بعنوان إسرائيل تلعب بالنار. وقالت الصحيفة أنه من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تلعب بالنار من خلال الأمر الذي أصدره رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتحويل المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، وكذلك اقتحامه وفتحه لليهود. وأضافت أن اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازا صريحا لمشاعر المسلمين والشعب الفلسطيني، ما ينذر بعواقب وخيمة، والمجتمع الدولي مطالب بوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية والتي تستهدف جر المنطقة إلى صراع ديني بين المسلمين واليهود. إن اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازا صريحا لمشاعر المسلمين والشعب الفلسطيني، مما ينذر بعواقب وخيمة، والمجتمع الدولي مطالب بوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف جر المنطقة إلى صراع ديني بين المسلمين واليهود. لذلك فمن المهم التأكيد دوليا على أن المسجد الأقصى خط أحمر. إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن انتهاكاتها بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تقوم بها في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على المقدسات وتقسيم المسجد الأقصى من الناحية الزمانية والمكانية، وهو أمر خطير لا يمكن السماح به. وادي الإرهاب وصفة شاملة، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيان الإماراتية مقالا أكدت فيه أن العالم يلهث وراء داعش أملا في القضاء عليه بعد أن نشر الرعب بين الناس إثر ظهور مفاجئ كما النبت الشيطاني لا تعرف له جذور أو مصادر تمويل، ووجد في المنطقة المضطربة سياسيا وأمنيا مرتعا خصبا. وأضافت الصحيفة في مقالها استشعر العالم أن خطر الإرهاب يهدد منطقة أو شعبا بعينه قدر ما يستهدف الأمن والسلم الدوليين، فتحرك تحالف واسع من قارات الدنيا يضرب معاقل التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا كمرتعين وجد فيهما داعش الفرصة ليعيث في الأرض فسادا ويعيد العالم إلى القرون الوسطى. الاعتماد على القوة العسكرية للقضاء على ظاهرة الإرهاب ليس كافيا، فلا بد من رؤية شاملة لمحاربة الإرهاب وتطويقه. لذلك لا بد من نزع فتيل النزاعات في دول المنطقة لمنع تمدد داعش وغيرها من الجماعات المتشددة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم. ونتحول الآن إلى أبرز رسوم الكاريكاتير.
نشكر لكم طيب المتابعة بإذن الله. يتجدد اللقاء على رأس الساعة إلى ملتقى في موجز إخباري جديد. إلى اللقاء.